مفاجأة مفاجأة. كان إفطارا شهيا، والآن أمامنا اليوم بأكمله لنلعب معا. هيا نبدأ بالتنكر يا رومبا، هيا. لا أستطيع اللعب. ما السبب؟ علي أن أستعير كتابا من لين. حسنا، سأذهب معك إذا. آسف، علي أن أذهب إليها وحدي. تذهب وحدك، لكن لماذا؟ أوه رومبا، هل استطعت أن تأتي دون أن تشك روزي في أي شيء؟ نعم، كل شيء يسير وفقاً للخطة. هذا جيد، أخيراً سنقيم حفل الأصدقاء. هذه فرصتنا لنبين لروزي كم نحبها. أريد شكر روزي لمساعدتها لي في حفر الحديقة لكي أزرع الجزر. وأنا أريد أن أشكرها لمساعدتي في بناء طائرة اللعبة هذه. ولقد ساعدتني روزي في صنع هذا السوار. وأعطتني بعض الحصى اللامع كي أزين عشي. أريد أن أشكرها على زيارتها لي كل يوم، ولأنها موجودة دائماً لتلعب معي. إذن سنقيم لروزي حفلاً مفاجئاً متميزاً. حسناً جميعكم، اصطفوا. هذا الحفل سوف يحتاج إلى الكثير من التنظيم، وأنا الطائر المناسب لهذا العمل. لين، مهمتك أن تعدي الكعكة وبطاقات الصداقة. حسناً يا بلبلة. كرز، مهمتك أن تصنع اللافتة الخاصة بالحفل. حسناً يا بلبلة. رومبا، عليك جمع الفاكهة. وبينون، مهمتك أن تنفخ البالونات. حسناً يا بلبلة. وأنا سوف ألقي قصيدة عن الصداقة. حسناً جميعكم، إلى العمل. بلبلة، لم تحددي مهمة لنفسك. لدي أهم مهمة على الإطلاق، سوف أشغل روزي لكي لا تكتشف أمر المفاجأة. بالطبع. والآن فلنذهب جميعا إلى العمل. رومبا، هذا غريب، قال إنه سيذهب لاستعارة كتاب من لين. رومبا! ترى أين ذهب؟ روزي، لدي شيء في غاية الأهمية لتريه. تعال. حسنا، كيف تسير الأمور؟ جيد؟ جيد، رائع. يمكنني القول إنني برعت في تأدية مهمتي بإبقاء روزي منشغلة. أنا مذهلة في هذه الأمور. بلبلة، إذا كنت هنا الآن لتخبرين عن أدائك الرائع، إذن أين روزي؟ مرحبا. لماذا تغلقون الباب؟ إنها روزي. لا يمكن أن ترى هذا، ستفسد المفاجأة. روزي، هل أنت هنا؟ ما الذي يحدث في الداخل؟ دعك من هذا. هناك شيء آخر هام للغاية لابد أن تريه. تعالي. كدنا ننكشف. انظري إلى المياه، تصعد لأعلى ثم لأسفل ثم لأعلى ثم لأسفل. إنها نافورة جميلة، لكنني أراها كل يوم بالفعل. ثم لأعلى ثم إلى أسفل. بلبلة، هل تحبين أن نلعب معا الغميضة؟ أجل، إنها لعبتي المفضلة. فلتختبئي، وأنا سأعد إلى 20، بل إلى 30. 1، 2، 3، 4. أنا آسف، هل حدث شيء؟ كلا، إنه سليم. توقف. أهلا روزي. إلى أين تذهبان معا؟ نزهة بالحوامة. وما الذي معك؟ لا شيء. أيمكنني أن أنظر إذا؟ وجدتك، لست ماهرة تماماً في الاختباء. اختباء؟ ظننت أن مهمتك. كنا نلعب معاً لعبة الغميضة. هيا بنا يا روزي.
هناك شيء آخر هام للغاية سنفعله. وداعاً روزي. نعم، كان هناك طائر ضخم نادر وذهبي لامع طار إلى أعلى. لو انتظرنا هنا بهدوء لبعض الوقت سنتمكن من رؤيته يا روزي. حقاً؟ آه نعم، إلا إن كان الطائر الصغير في غاية الخجل. أظن أنك قلت إنه طائر ضخم يا بلبلة. نعم، إنه طائر ضخم، معك حق يا روزي. وما الذي يفعله كرز ورمبا هناك؟ يا إلهي، حلق الطائر بعيداً. حسناً، هناك شيء آخر هام للغاية سنفعله. هل أنت واثقة أنك أسقطت حصاك الأرجوانية اللامعة هنا؟ أجل، بينون، لين. لماذا يتصرف الجميع بطريقة شديدة الغرابة اليوم؟ سأذهب لأكتشف ما الذي يحدث. كلا، لا، ربما أكون قد أوقعتها في مكان أبعد. فلتبحثي معي عنها. روزي، يبدو أن أمراً ما يشغل بالك. الجميع يتصرفون بغرابة وأريد أن أعرف السبب. يبدو هذا مثل الألغاز، لكن تذكري بعض الألغاز من الأفضل أن تترك دون حل. لكنني أريد أن أعرف حقاً. يا بلبلة، تعالي هنا. ما الأمر؟ هل وجدت حصاتي؟ كلا، لكني وجدت شيئاً آخر لامعاً وبراقاً. أين هو؟ كان موجوداً في مكان ما هنا. واصلي البحث. ترى أين أنت أيها الشيء اللامع؟ تعال إلى بلبلة. لا فائدة. روزي، لا أستطيع. روزي؟ أمسكت بكم. روزي، ما الذي تفعلونه؟ ما هذه الأشياء؟ هل ستقيمون حفلاً من دون أن أكون معكم؟ لا، لقد كنا ننظم حفلاً مفاجئاً من أجلك، حفل أصدقاء. لأنك صديقة مميزة لنا جميعاً يا روزي. لكن الآن لم يعد الحفل مفاجئاً. أعتذر للجميع. روزي، قالت إن هناك شيئاً. يا إلهي، أفسدت المفاجأة. أنا أعتذر لكم جميعاً عن هذا. ماذا سنفعل الآن؟ كيف نقيم حفلاً مفاجئاً بينما لم يعد مفاجئاً لروزي؟ المفاجأة هي أي شيء لا يتوقع الشخص حدوثه. أي شيء؟ الآن لن نقيم هذا الحفل، نحن نبعد الأغراض عن المكان. أنا في غاية الأسف. لا داعي للأسف يا روزي، ستكون هناك حفلات أخرى بالتأكيد. روزي، أحتاج مساعدتك. أوقعت حصاة أخرى لامعة ولا أستطيع إيجادها. حقاً؟ أعتقد أنها كانت في مكان ما هنا يا روزي. بلبلة، انظري، وجدتها. مفاجأة. حفل أصدقاء سعيد يا روزي. جعلناك فقط تظنين هذا. إنها لمفاجأة جميلة. شكرا يا أصدقائي. بل شكرا لك أنت يا روزي. والآن قصيدة عن الصداقة. في وجعي تحكين لي جذعي، لطيفة وحنونة ومتلألئة حين تكونين تحت فروع يا روزي، كل يوم مفاجأة. مرحبا. رومبا، هل تعرف أين ذهب البسكوت؟ أرزا قالت إن المفاجأة هي أي شيء لا يتوقعه الشخص، لذا أعددت لك مفاجأة يا روزي. وما المفاجأة؟ أكلت آخر قطعة، آسف. حسناً، لدي مفاجأة لك أيضاً. تبقى معي بعض من الكعكة. هل لي ببعض منها أرجوك؟ عليك أن تنتظر وترى، إنها مفاجأة.
لا. فندق فكري. يا له من يوم حار يا رومبا. نعم، نحتاج إلى الظل. فكري. أهلا يا فكري. تعال يا إلى البرودة تحت ظل أوراقي. الطقس حار على لعب كرة القدم. هنا هو أنسب مكان في أيام الحر. لسنا وحدنا يا روزي، ها هما السيد والسيدة ماردي مع العائلة. إد دودة الأرض. أهلا إد. أهلا. نرد نرد نرد. وحبات البلوط. مرحبا جميعا. نعم، أنا شجرة محبوبة في أيام الحر. تبدو كأنك فندق يا فكري. أوه، بالتأكيد، يا لها من فكرة متميزة. لنجعل من فكري فندقا حقيقيا، فندقا تنزل فيه المخلوقات الصغيرة. أوه، هل أرتدي زيا وأنا أستقبل الجميع؟ نعم، أنت البواب وأنا سأكون مديرة الفندق، المسؤولة عن كل شيء. هل تريد أن تكون فندقاً يا فكري؟ حسناً، أنا أحب أن أهتم بأصدقائي، لما لا؟ وهذا مصعد يخل النزلاء إلى غرفهم. نعم، في الأعلى هنا أفضل غرفة، إنه جناح المشاهير. لين، الأعشاش ستكون مريحة للضيوف. هذه الأبواق والأجراس مناسبة لخدمة الغرف. أنا وأنت نشكل فريقاً ناجحاً. أنا مديرة فندق ممتازة. أهلا بكم في فندق فكري. هؤلاء الموظفون سيهتمون بكل طلباتكم. هذا رومبا البواب يستقبلكم جميعا، ولين التي ستأخذ طلباتكم للغداء وتعطيها للطاهي بينون. وأخيرا هناك كرس الحمال مستعد لنقل حقائبكم إلى الغرف، وروزي المسؤولة عن الترتيب. أريد غرفة دافئة ومريحة. هذه الحقائب حقاً ثقيلة. أفضل غرفة لكما، دافئة ومنيرة. أهلاً وسهلاً. هو لمن هذا العش الفسيح فوق؟ إنه بيت بلبلة، ولكن لم لا؟ إنه الأكثر دفئاً ونوراً في الفندق، اصعد إليه. هكذا أفضل. غيرت فكري، غيرت فيلي. ابتعدي يا حبتي البلوط، هذا العش هو للنزلاء. أرجو أن يكون الطعام قد أعجبكم. نحن طلبنا جوزاً لا تفاحاً متعفناً. اسمع، طلبنا تفاحاً وليس جوزاً. آسف يا سيدتي، سوف عن إذنك يا سيدتي، سأعود إليك حالا. ماذا تفعلان في بيتي؟ أظن أن إد يريد تفاحة. كل الوجبات خاطئة. هل كان علي أن أكتب ما طلبه كل منهم؟ ربما كنت تذكرت كل شيء بسهولة. ما رأيك في فندق فكري يا حبات البلوط؟ لا نحبه. من سمح لهذه العائلة باستخدام بيتي؟ أنا، وأحباه كثيرا، نزلاء سعداء. في المرة القادمة أنا سأقول أين ينزلون. يا لحبات البلوط الحزينة، إلى أين هي ذاهبة؟ هل يمكن أن نحصل على طعامنا؟ فوراً. العمل في هذا الفندق متعب، لكن الكل مسرورون لأنهم حصلوا على طعامهم. أين الحلوى؟ Thank you.
لا أشعر بالراحة. روزي، ماذا هناك يا فكري؟ حبات البلوط لم ترجع بعد. أنا قلق بشأنها، لا أظن أنها تحب أن أكون فندقاً. لا عليك، سنبحث عنها، ستعود قريباً بكل تأكيد. أرجو ذلك، شكراً. ما الأمر يا أد؟ أنت عطشان؟ سأحضر لك الماء. لا عليك، بوليس هنا. أنا سآخذه، أنا مديرة الفندق. أنا أحضرته، لكن أنا المسؤولة. أوه، كأن المطر آت. هذه الأمور لا تحدث في البيت. انظروا، ها هي. اهدئي يا حبات البلوط، اشتقنا إلى فكري. إنها تريد العودة إلى بيتها، لكن بيتها تغير الآن. وفكري اشتاق إليك أيضا، إنه فندق ليوم واحد ولكنه سيبقى دوما بيتك. تعالي يا حبات البلوط. كل موظفي الفندق مطلوبون فورا، إنها حالة طارئة، الزبائن يشتكون. يحتاجون إلى الراحة المنزلية، سنلحق بك إلى فندق فكري بأسرع ما يمكن. روزي؟ لماذا لم ينم الجميع بعد؟ لو أنكما ذهبتما إلى العش الذي اخترته لكما لما تبللتما. آسف بشأن الطعام. وأنا آسفة بشأن التوزيع الخاطئ للطعام. ليت حبات البلوط تعود، اشتقت إليها كثيراً. أحضرنا هدية لجميع النزلاء لكي يشعروا أنهم في بيتهم. تفضلوا، من أزهار دوار الشمس. أوه، التي نفضلها. شكراً يا روزي. تفضل، تفاحة لامعة من البستان. تفضل، إنها فاكهتكما المفضلة. أوه، شكراً يا روزي. ما المشكلة؟ نحب النوم في ظلك في يوم حار، لكن بذور دوار الشمس ذكرتنا ببيتنا. السيد موردي على حق، اشتقنا إلى بيوتنا، نريد أن ننام الليلة في سريرنا. وأنا لا أريد سوى سعادة أصدقائي. ربما أرزى على حق، حيث يرتاح القلب يكون البيت. أوه، وأحضرنا شيئاً لك أيضاً يا فكري. فكري فكري فكري، اشتقنا اشتقنا اشتقنا. أهلاً أهلاً. أوه، شكراً يا روزي. آسف لما حدث اليوم يا بلبلة، وأنت أيضاً يا حبات البلوط. كان همي هو إسعاد الزبائن، فنسيت أن أسعد أصدقائي. أوه، لا علي، لا أريد إلا غفوة هانئة في بيتي الصغير. ونيس، اسمع، اختر أحد الأعشاش الخالية لتنام، المكان فسيح. رومبا، إذا نزلت في فندق فلأي شيء في البيت ستشتاق أكثر؟ الجواب سهل، أرجوحة مليئة بالألعاب. نعم، ولكن ماذا أيضاً؟ لا أعرف، السلالم المتزحلقة؟ لابد أن هناك شيئاً خاصاً تشتاق إليه. علي أن أفكر جيداً. رومبا! يا روزي، سأشتاق إليك أنت أيضاً. من يعتني بكمون؟ هيا يا رومبا، هل أقود أنا اليوم يا روزي؟ ربما المرة المقبلة، لننطلق الآن. أوه، هذا ظلم، أنت دائما تقودين. 103، 104، 105. واو، هل تصنع دراجة؟ لما علينا أن نصمت؟ ولما كنت تعد يا بينون؟
إنني الآن ألعب الغميضة مع كمون. غميضة! أوه، إذن ألا يجب أن تذهب للبحث عنه؟ لا، بل نعم، أنا أحاول إبعاده عني كي أقدم له هذه الدراجة مفاجأة. انظرا. ما زلت أعد يا كمون. غوزي غوزي. والآن كيف سأركبها؟ سنأخذه ليلعب معنا. هل ستفعلان حقا؟ بالطبع، لن تكون هناك مشكلة، صح يا رومبا؟ لا، لن تكون هناك مشكلة. شكراً. أقابلكما عند فكري عندما أنتهي. ها نحن، يمكنك اللعب كما تشاء. أنا أسيطر على الوضع جيداً. ألوان. وصل. أصر على اللعب في الخارج. روزي، رومبا، ماذا يحدث؟ بينون يعد لكمون مفاجأة. أحضرنا كمون إلى البيت كي لا يكتشف الأمر، لكن لن يبقى عندنا بيت إذا استمر هذا الوضع. يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. أنا خبيرة في رعاية الدببة الصغيرة. حقا يا لين؟ بالطبع، اسأل بوني. إذن ماذا سنفعل يا لين؟ أفضل شيء عند كل الدببة الصغيرة هو التأرجح برفق هكذا. أزوحة. اتبعني يا كمون. كمون، توقف عن هذا، بوني لا يحب الدوران، أرجحه فقط. أزوحة. بوني. بوني، هل أنت بخير؟ أزوحة. ربما التأرجح ليس فكرة مناسبة. لا بأس يا رومبا، سأوقفه الآن. أوه حسناً، سأساعد بينون علّه ينتهي بسرعة. فكر جيداً، إذا كانت هذه هنا فأين مكان تلك؟ أهلا بينون، كيف حال التركيب؟ ليس سيئا، شكرا يا رومبا. ألا يجب أن تكون العجلات في الأسفل وليس في الأعلى؟ بالفعل، التعليمات ليست صحيحة. ربما هي مقلوبة فقط. شكرا يا رومبا. هل كمون بخير؟ عادة يمل بسرعة. إنه لا يشعر بالملل. لنرى هذا. كمون، إلى أين تذهب؟ بينون. لا. ما كل هذه الضجة؟ بينون يحضر مفاجأة لكمون، وعلينا إلهاء الصغير كي لا يفسد المفاجأة. كل الصغار يحبونني. انظري إلى حبات بلوط تتبعني في كل مكان. كمون ليس كالحبات، افهمي يا بلبلة. ما رأيك في كرة القدم يا كمون؟ أنا عندي فكرة أفضل بكثير. تعال معي يا كمون. كما تريدين يا بلبلة، ناديني حين تتعبين. ها نحن، المتاهة. إليك ما سنقوم به. لا كمون.
ستطير فوق المتاحف وتعثر عليك، لا تتحرك. كمون، أين أنت؟ كمون. يا كمون. واو يا كمون، إلى أين تذهب؟ بينون، أوقف هذا الدب. أنت دب مشاغب. أخبارتك، أعرف ما يحبه الأولاد. تعال معي يا كمون. ممنوع عليك إمساك الكرة، عليك ركلها. يركل يسجل. لا، لم يفعل، إنه لا يلتزم بقواعد اللعبة. أوه مسكين، الاعتناء بكمون ليس سهلا، صح يا كرز؟ لماذا تأخر بينون هكذا يا ترى؟ من يدري؟ ها هي. دم 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 دم. أنهينا العمل. شكرا يا رومبا. أنا متشوق لإعطائها لكمون. سأخبر الجميع أنه وقت المفاجأة. روزي، كمون، يبدو أن كمون أنهك الجميع. روزي، بينون ينتظرنا عند فكري، يجب أن نأخذ كمون ليرى مفاجأتها. أوه لابد أنني غفوت، عفوا يا رومبا. لا يمكنني الصعود إلى التلة، أنا متعبة. وأنا. ماذا؟ أين أنا؟ كيف سنصعد إلى التلة ونحن متعبون هكذا؟ دعوا الأمر لي. كرز، أعطني بعض الخوذات. ماذا تفعل يا رومبا؟ تاكسي رومبا السريع سيعود إليكم حالا. تمسكي يا لين. بينون. استعدي يا كمون. هيا تفضل يا كمون، دراجاتك الأولى. دراجة. أتعرفون، أنا لم أركب دراجة يوما، ولو أمكنني لاخترت أن تكون كهذه. سباق. هيا يا روزي. ماذا تنتظرين؟ روزي، ما بك يا رومبا؟ ألم أعدك أن تقود؟ بلى، لكن ظننت أنك تمزحين. حين وعدتك لم أكن أمزح يا رومبا، ولا تنسى أنت أحضرتنا إلى التلة. بذلت مجهودا كبيرا، أحسنت يا رومبا. سباق. هيا استعدوا، انطلاق. أتعرفين يا روزي؟ ربما علي أن أقود أكثر. ها، إلى الوراء يا روزي، الآن. إن تركتك تقود يا رومبا فهذا لا يعني أن تصرخ في وجهي. عفوا كمون، انظر أين تسير. مقهى بينون. توقفي، ما الأمر يا رومبا؟ شيء في هذا المكان رائحته شهية. صحيح. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. ما هذه الرائحة الأشهى من شهية؟ من يرغب بكعكة حلوى؟ أنا. من فضلك. شكرا بينون، هذه أشهى وألذ كعكة حلوى ذقتها في حياتي. هاي، قلت ذلك عن كعكتي.
لكن هذه لذيذة جداً يا بينون. هاي، كلي من حصتك يا بلبلة. إنها لذيذة جداً. يمكن أن تكون طباخاً حقيقياً. نعم، نعم، أستطيع ذلك. وأكلنا جميعنا كعكاً من الحلوى معاً. يبدو الأمر جميلاً. لم نكن جميعنا، أنت لم تكن هناك. آسفة يا فكري، لم أقصد أن تشعر أننا تركناك. لا أبداً، أنا سعيد هنا. أنا أعرف ما علي أن أفعل. إذن أحتاج إلى أحد يساعدني. إلى أحد، ها؟ انتبه، إلى مساعد لي، إلى أحد مثلك يا كمون. تحتاج مساعدة؟ سأكون ذواقة الطعام. في الواقع أنا عندي عمل لك يا بلبلة، وهو عمل مهم جدا. الافتتاح الكبير للمطعم الجديد والحديث، إنه الألذ، أطيب الحلوى في هذا المقهى. إنه مقهى بينون الصغير. أوه، سيكون الأمر رائعا. حلوى 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 حلوى، أحب الحلوى. حسناً يا فكري، سنأكل في الطبيعة أنا وأنت. أوه، كم هذا لطيف يا لين. وهكذا لن تكون وحدك. ولكن يا لين، لا بأس. مرحباً يا فكري. لين، يجب أن ترافقينا إلى مقهى بينون. عليك أن تحضري الافتتاح الكبير. أوه، هل تمانع يا فكري؟ لا طبعاً، بلغي بينون سلامي. هل ترين ما أراه؟ ها؟ نزهة الخير يا فكري، أعني صباح الخير. أوه، انظر هنا، طعام جميل. هذا طعام لين. لا لا، توقف. بالتأكيد ستسمح لنا بتذوق القليل منه. قليل. لن تلاحظ أبدا. حسنا، قدمة واحدة. أوه. سكوت، لنستمع إلى الإعلان الهام. أهلا جميعا، شكرا لمجيئكم إلى الافتتاح الكبير مقهى بينون الصغير. شكرا يا بلبلة. أعلن افتتاح المقهى. رجاء اطلبوا ما تريدون من مساعدي. أنا أولاً يا مساعد، اقترب. والآن لنرى، أنا أريد خصاً وطماطم في خبز بالسمسم مع بذور دوار الشمس، وأيضاً جبن. ماذا؟ ولكني لا أريد جبناً. ما هذا؟ إن أكلت لقمة أخرى فقد أنفجر. توقفا، هذا الطعام يخص لين وليس طعامكما. لم نقصد أن نأكل كل هذا. ستعود لين بعد قليل، ماذا ستقول في هذا؟ ماذا أقول لها؟ ستغضب جدا. يا مساعد، أنا لم أطلب منك أن تأتي بحلوى التوت مع الزيتون. جبن. أنا جائع جداً، استمعوا إلى بطني تكركر. نعم، نحن ننتظر منذ وقت طويل. أرجو أن يكون بينون بخير. بسرعة. آسف للتأخير، كل شيء على ما يرام. يا بينون، لما هذه الفوضى؟ ما هذا؟
لا أعرف كيف حدث ذلك. لكنك بارع في تحضير الطعام يا بينون. لكنني لم أحضر طعاماً لمثل هذا العدد من قبل. أردت أن يكون كل شيء مميزاً، والنتيجة انظري. اهدأ يا بينون، تنفس عميقاً، أنت أفضل طباخ على الإطلاق. اسمحي لي يا روزي، لدي ما أريد أن أقوله. أعرف أنكم تنتظرون مني أن أحضر لكم أطيب طعام ذقتموه في حياتكم، وأنا لا أريد أن أخيب أملكم. إذن المقهى هو الآن مقفل نهائياً. لا، هذا خبر محزن وسيء أيضاً. أنا عندي حل آخر، أعرف أين يوجد طعام إذا رغب أحدكم. طعامي، إنه اختفى. هل أكلته يا فكري؟ سأشرح لك. أعتذر لكم، لقد أكل طعامي. حسناً، في الواقع هذه أنت؟ بالطبع لا. الصوت قادم من وراء فكري. بطة وونيس، هل أنتما من أكل طعامي؟ تذوقنا منه قليلاً. آسف يا لين، حاولت منعهما من أكل الطعام. كان طعمه فعلاً لذيذاً. الذي هو أشهى طعام تذوقناه. لا أصدق أنكما أكلتماه ولم تتركا لي. أنتما أكلتماه، لما لا نأكل كلنا أيضاً؟ لنذهب ونحضر طعاماً ونلتقي في بيت بينون. أنا سأبقى هنا، لا أريد أن أتركك وحدك. لين، لست أبداً وحدي في وجود حبات البلوط، وأيضاً معي هذان. حسناً، معنا خبز، طماطم، عصير، وأيضاً حلوى لين. آسف يا روزي، المقهى مقفل. لم أقصد أن أكون أفضل طباخ في العالم، كل ما أردته هو مكان يفرح فيه أصدقائي. وسنفرح فعلاً يا بينون إن كنت أنت سعيداً. بلبلة، كمون، نظف المكان هنا. كرز، رومبا، أنتما ساعداني في المطبخ. لين، أنت مسؤولة عن الحلوى. لكن وماذا أفعل أنا؟ اجلس ولا تحرك ساكناً. من الآن هذا مقهى بينون للخدمة الذاتية، حيث يقدم كل واحد الطعام لنفسه. أعلن افتتاح مقهى بينون للخدمة الذاتية. جبن كعك حلوة. شكراً يا روزي. هذه أغرب وجبة طعام أكلتها في حياتي، وأكثرها مرحاً. لن أفوت هذه الجلسة أبداً. أرأيتم؟ هذا أفضل مكان في العالم لاجتماع الأصدقاء. روزي، أترغبين في الطعام؟ لا شكراً يا رومبا، ولكنني أحضر أطيب طعام لقبل النوم. وأنا أحضر أطيب كعك حلوى، أليس كذلك؟ طبعاً، ما عدا بينون. حسناً، ما عدا بينون. والآن صرت أفضل الخدمة الذاتية. هاي، هنا لا تستطيعي أن تفعلي هذا. متأكد؟ عالم فكري. تعجبني بالوناتك يا لين. وأنا أيضاً، تريد أن تطير بعيداً في السماء. أعرف هذا، لذا علي أن أمسك الخيط بقوة كبيرة. تفضل يا لين.
أشكرك يا بينون. 27 28 29. ما هذا الذي على الكرة يا كرز؟ إنها خريطة كوكب الأرض، لكني لا أعرف الأماكن المرسومة علي. لا تقلق يا كرز، لحسن الحظ أنا حرباء كثيرة الأصفار. دعني أرى، هذا المكان المغطى بالثلج في الأعلى يسمى القطب الشمالي. حقاً؟ هو أثق أنه بارد. هذا المكان الكبير يدعى أفريقيا وهو حار للغاية. أجل أجل، أنا سافرت كثيراً أيضاً. حقاً؟ إلى أين ذهبت؟ هنا. أوه، الصحراء الكبرى. وهنا القطب الجنوبي. نعم، مرات كثيرة. أحب هذا التل، لكن ليتني أستطيع السفر، لأن جذوري ثابتة في التربة، لن أسافر أبداً. حسناً، لا بأس. أوه، كل هذا الحديث عن السفر أثار حماستي، أريد أن أذهب في مغامرة جديدة. أوه، نعم، وأنا أيضاً. يا إلهي. لقد أوحى لي هذا بفكرة. البوصلة جاهزة، التلسكوب جاهز، الشطائر ها جاهزة. هذه البالونات سترتفع بكما عالياً في السماء. وهذا البدال سيساعدكما في اختيار الوجهة التي تريدانها، يسار، يمين، أعلى، أسفل. شكراً للجميع، انطلقنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أخيراً سأرى العالم مجدداً. المحطة الأولى أسبانيا. لا لا، أريد الذهاب إلى مصر لأرى الأهرامات. ها هما ذهبا بعيداً مسافرين. فكري يشعر بالحزن. من المؤلم للغاية أنه لا يستطيع السفر. أنا عندي فكرة يا رفاق، إن كان فكري لا يمكنه السفر فليأتي العالم إلى فكري. حسناً، اتفقنا إذن أخيراً، سوف نذهب الآن لنرى سور الصين العظيم. موافقة، علينا الاتجاه إلى الشرق. ماذا تفعلين؟ الشرق من هذا الاتجاه. ها، الطيور لديها حس غريزي بالاتجاهات. وأنا لدي بوصلة، انظري، إن ذراعها يشير إلى الشرق. أوه، فقدنا البوصلة. تفضل يا فكري، بطاقة سفر حول العالم لأجلك. حقاً؟ لكن كيف؟ أنت الآن في أفريقيا. أفريقيا قارة كبيرة المساحة، الكثير من الحيوانات الرائعة تعيش هناك، الزرافة الطويلة والفيل الضخم وكذلك القرود. لذيذة. توجد أدغال وصحاري في أفريقيا وموسيقى رائعة، فلنرقص على الطبول الأفريقية. روزي، إن هذا رائع، وكأنني في أفريقيا بالفعل. فلنعترف، لقد تهنا. ومن تسبب في هذا ها؟ نحتاج فقط إلى النزول والسؤال عن الاتجاهات. قد نكون في أي مكان. انتظر، إني أسمع طبولاً. وأنا أرى قرداً. آخر مرة زرت فيها أفريقيا كانت الرحلة أطول بكثير. هذا معناه أن رأيي كان صحيحاً، لسنا في حاجة إلى بوصلتك. أسد! أسرع! إلى أعلى! لم أعد أريد البقاء هنا! هذا رائع! وها هو ملك الغابة الأسد! هذا مدهش! هذا أفضل! لا أظن أننا سنعود إلى أفريقيا قريباً!
الآن تدفأ جيداً يا فكري. محطتنا التالية المحيط المتجمد حيث القطب الشمالي. السكان الذين يعيشون هناك يبنون منازلهم من الجليد أحياناً. مرحباً. أوه، الطقس بارد في الخارج لكنه دافئ في بيتي الثلجي. واه، يصطادون الأسماك من حفر في الجليد. هاي، سمكة للغداء. لم أتخيل هذا. لكن يجب أن تحترس من الدببة القطبية، فهم أيضا يبحثون عن غذائهم. احترس، إنه وراءك. أين اختفت الشطائر؟ آسفة، السفر يشعرني بالجوع. وأنا أيضا جائع جدا. علينا أن نجد شيئا نأكله في الأسفل. جليد، يا للروعة، إنه القطب الشمالي. دب قطبي، فلنطر بعيدا. المحطة التالية أستراليا. هذه الآلة الموسيقية تسمى مزمار أسترالي. أحب صوتها. تحتاج الكثير من القوة لعزفها. أستراليا موطن حيوانات الكنغر، يتقافزون في كل مكان ويحملون أولادهم الصغار في جيوب خاصة. وهناك أيضاً تم اختراع لعبة عصا الصيد. حين ترميها تعود إليك. أوه، رائع. مذهل يا روزي، لم أرى شيئاً كهذا أبداً. عصا صيد استرالية؟ آه، نحن فوق استراليا. أظن أن علينا الهبوط سريعاً لنتأكد من الأمر. نلت كفايتي، أنا لا أحب السفر. ها؟ لكننا لم نهبط في مكان بعد. أريد العودة إلى بلدي فحسب. أظن أنني في غاية الجوع. هيا بنا. علينا إبطاء السرعة. أين نحن الآن؟ هذا نمر، أتمنى لو أنني لم أغادر تل فكري. بلبلة. ليس الآن يا روزي. روزي، نحن عدنا. عدنا. يا روزي، لقد استمتعنا. ذهبنا إلى أفريقيا ورأينا أسداً ثم دباً قطبياً بالقطب الشمالي. أرتشي خاف قليلاً لكني ساعدته بمالي من خبرة. أرى ذلك. حسناً، كنا على وشك أن نري فكري بلاد الهند. أتريدين مساعدتنا؟ الهند؟ نعم، أعرف كل شيء عن بلاد الهند. هذا رائع. شكراً لكم جميعاً على هذا. لقد سافرت بالفعل إلى جميع أنحاء العالم دون أن أغادر مكاني. وكذلك فعلت بلبلة. لو كان لي أن أسافر لأي مكان في العالم، أظن أنني سأختار الهند لأجل الرقص. أي بلد ستختار يا رومبا؟ مكان فيه أراجيح شبكية كي أستلقي عليها وأنام طوال اليوم. تعال معي يا رومبا، أعرف المكان المناسب الذي ستحلم فيه بكل شيء شاهدته اليوم. في حيرة. أنا أرى بطرف عيني شيئاً يبدأ بحرف الخاء. خوخ مجدداً. أوه، كيف عرفتِ هذا؟ انظري،
هذا بينون. أهلا يا بينون، أتلعب معنا أرى بعيني؟ آسف يا رومبا، إنني أصنع هذا لكمون. ما هذا؟ كرسي هزاز، وعدت كمون بأن أصنع له كرسيا هزازا عندما يأتي. متى سيأتي؟ منذ مدة وهو عند الخالة. الليلة. أوه، يجب أن أبدأ، لا أريد أن أخيب أمله. لما لا نصنع نحن أيضا شيئا لكمون؟ ما رأيك في شيء يبدأ بحرف الكاف مثل كعكة خوخ؟ أوه، سيحب ذلك. أعداها وتعاليا إلى هنا فيأكلها كمون وهو جالس في كرسيه الجديد. ددم 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 ددم. مرحبا يا بينون، ماذا تفعل؟ أهلا بلبلة، لقد وعدت كمون بكرسي هزاز جديد عندما يرجع من عند الخالة. ومتى سيرجع؟ الليلة، الخالة ستوصله إلى هنا، لذا ليس لدي الوقت. الليلة؟ يجب أن نحتفل. لدي فكرة، سأقدم استعراضا. أتظن أن كمون سيحبه؟ بالتأكيد. أنا سأخبر الجميع، سنفعل شيئاً لكمون. أصنع له لعبة. وأنا عندي بالونات. رائع، بينون سيفرح كثيراً بمساعدتنا جميعاً. أين صارت كعكة الخوخ؟ غير جاهزة يا بينون، حبات الخوخ الجيدة عالية. لا تهتم يا روزي، سأساعدك. حالما أحضر بعض الأوراق والريش من عند صديقي فكري. أريدها ناعمة جدا لوسادة الكرسي الهزاز الجديد. سأعود حالا. شكرا يا بينون. بينون، في الوقت المناسب. حقا؟ لتساعدني في التمرين على حركاتي السحرية. هل نسيت؟ إنها مفاجأتي لكمون. نعم، سآتي فوراً. أوه بينون، سعيدة لأنني وجدتك. أنا منشغل قليلاً الآن يا لين، وعدت كمون بكرسي هزاز جديد. لكن هذه أيضاً لكمون، أريد أن أقدم إليه بالونات. أحاول أن أنفخها لكنها لا تبقى على المنفاخ، وأنت بارع في البالونات. هل نسي بينون؟ روزي، رومبا، انظرا إلى الصاروخ الذي صنعته، سأختبر سرعة انطلاقه. إنه رائع يا كرز. 3، 2، 1، انطلاق. ويش! بينون كان سيذهب إلى فكري ليحضر الأوراق والريش، لنذهب ونبحث عنه. هذا غريب جداً، ظننت أن بينون قادم ليأخذ حشوة الوسادة. تنط! لكنني رأيته مسرعاً نحو بيت كرز ولين برفقة لين. ابحث عنه هناك. أوه، النجدة! لست قوياً كما يجب. النجدة! انتظر يا كرز، أنا قادم. أهلاً. بالوني. ماذا أفعل بالخيط؟ يا بينون، انتظرتك فترة طويلة. سآتي حالا. الخوخ. فكري يريد أن يعرف هل ما زلت تريد الأوراق والريش؟ أنا لا أعرف من سأساعد أولا. روزي، أوقعت نفسي في فوضى كبيرة. يبدو أن هناك أعمالا كثيرة. أنا سعيد بأن الكل يريدون تقديم هدية للصغير، وأريد أن أساعدكم، لكنني واقع في حيرة كبيرة. حيرة؟ لا عليك يا بينون، سأساعدك، عندي الحل اللازم. ترى، تفضل. ما هذا؟ رسم بياني لتذكر الأعمال. وكيف يعمل هذا بالضبط يا بلبلة؟ كل مربع هو لجزء من اليوم، وكل ريشة هي لعمل مختلف نتذكره. إذن هذا المربع هو الآن، تضع فيه الريشة الحمراء التي تدل على استعراضي، ثم الريشة الخضراء البالونات.
تماماً، ثم الصفراء لتدل على الاستعراض. ذكرت الاستعراض من قبل، لكنني ظننت أن الخضراء هي للبالونات. وماذا عن الصاروخ؟ الحمراء الأفضل للخوخ. هل ذكر أحدكم الأوراق؟ كفى، إنه رسم بياني لطيف، ولكن ربما من الأفضل أن نكتب قائمة. ما هي الأعمال المطلوبة منك يا بينون؟ صاروخي، بالوناتي، استعراضي، الخوخ. لكل واحد دوره. هل الوقت كاف لتقوم بكل الأعمال يا بينون؟ القائمة طويلة. الوقت الكافي؟ شكراً يا روزي، ليس هناك أي مشكلة. حسناً، أين البالونات؟ هذه القائمة ممتازة، بقي علي مساعدة كرز وبعدها أبدأ العمل على الكرسي. علينا أن ننطلق يا رومبا، سيصل كمون قريبا. يريدنا منا أن نذهب إلى فكري. آسف لإزعاجك يا روزي، أنا أتساءل إن كنت رأيت بينون لم يأتي ليأخذ هذه الأشياء. لم يصنع الكرسي للصغير بعد. هيا لنأخذ إليه الأوراق حالا، لم يعد هناك وقت. ياهي، هذا رائع، شكرا يا بينون. والآن إلى الكرسي الهزاز. لا، حان وقت وصول كمون ولم أصنع له الكرسي بعد. يبدو أننا جميعا أحضرنا هدايا للصغير. أوه، ما هذه القطع الملقاة هنا؟ الكرسي الذي وعد بينون كمون بصنعه، لكنه ما يزال قطعا، ربما لم يعد لديه وقت. ماذا سيقول كمون عندما لا يجد الكرسي؟ وجدتها، هيا جميعا، حان وقت القيام بعمل سحري. بينون يا صغيري، اشتقت إليك. الجميع متشوقون لرؤيتك، لقد صنعوا لك هدايا جميلة. أحب الهدايا وكرسي كمون. أما بدأت ب... أنت وعدتني. أعرف، ولكن... أهلا بك يا كمون، لا تقلق، إن بينون دائما يفي بوعده. ولكن لم يعد لدي وقت. ولن يخيب أملك أبدا. لكن أولا حان وقت لعبتي السحرية. الكل مستعدون؟ أبراكابارسا، اظهر يا كرسي. كرسي كمون. شكرا. بالونات، صاروخ. ولكنني ماذا فعلت يا بينون؟ ساعدت الجميع ليعدوا هداياهم في الوقت المحدد، وهذا ما ساعدنا أن نساعدك. يم يم. استخدمت الخيط في صنع الكرسي، سأضع خيطا أطول لاحقا. خيط صغير للصغير. لما لا تجرب الكرسي الجديد؟ بينون، كرسي صغير، أظن أن صنع الهدايا أتعبه. روزي، أنا إن رحلت فهل تصنعين كعكة خوخ عندما أعود؟ إن أردت ذلك. رومبا؟ رومبا، أين أنت؟ تاتا، لقد عدت. أين هي كعكة الخوخ؟ ليلة هانئة يا رومبا. ولك يا روزي. ولكنني فعلا أريد كعكة خوخ. المصور كرز. ياه،
عصير توت شهي يا روزي. ألن يشرب رومبا معنا؟ رومبا، وقت العصير، وإلا سينهي كرز كل العصير. ما هذا؟ رومبا؟ رومبا، هل أنت بخير؟ كل هذه الأشياء قفزت في وجهي. كاميرا رائعة، هل لي أن أجرب؟ استعرها إن أردت. رومبا، أنا أظن أن الوقت قد حان لترتيب خزانتك. لست في حاجة إلى ترتيبها، كنت فقط أبحث عن الطبق الطائر. تقصد هذا الطبق الطائر؟ هاي. عشي ليس مكانا للعب، ابتعدوا يا حبات البلوط المشاغبة. اقفز اقفز بأقصى سرعة داخل العش. بلبلة، هل يمكنني تصويره؟ إما أن تبتعدوا من أنفسكم وإلا سترون. هيا اخرجوا من هنا، هيا. عشي، فكري، حبات البلوط خرجت عن السيطرة. مرحبا، هل يريد أحد أن يلتقط صورة هنا؟ هذا يدغدغ. أخيرا انتهيت. لماذا لا تبدأ بالأشياء التي لا تتدحرج؟ مدهش، أنت ماهرة في هذا يا روزي. أشكرك. أريني مرة أخرى. محاولة جيدة يا رومبا، عليك ترتيبها وسأساعد أنالين. إلى اللقاء. آسفة على التأخير. الأصفر من فضلك، أنا أخلط جميع الألوان معاً كي أصنع لوناً جديداً. ليه؟ الوردي. لا لا، الأحمر. لو خلطت اللون الأحمر سأغير اللون و هذا هو. هذا لون جميل. ليس فقط جميلاً يا روزي، إنه اللون الأحمر الوردي، أكثر لون مفضل عندي. سأسميه سأسميه حمرود. ما الأمر يا لين؟ أحب هذا اللون جداً، لكن كيف سأتذكر الألوان التي صنعته منها؟ ترى ما هذا الصوت؟ سأذهب وأرى. مرحبا بينون، هل أنت بخير؟ مشكلة بسيطة في حديقتي يا روزي، بل مشكلة كبيرة حقا. سوف أساعدك، فقط أرني. إنها كرمة العنب، لقد نمت كثيرا وأصبحت تحجب ضوء الشمس. فلتجذبها يا بينون. لكني أحبها. ربما يمكنك أن تربطها إلى الخلف. فكرة رائعة يا روزي. ماذا كان هذا الصوت؟ أنا لا أعرف. آسف يا روزي. هيا لنغسل وجهك. أجل، صورة أخرى رائعة. منخفض؟ سوف تصل إليه حبات البلوط بسهولة، وأنت تعرف أنني أحب الهدوء يا فكري. نعم يا بلبلة.
بلبلة! ليس الآن يا كرز، عشي على الغصن الخطأ، هذا ليس مناسباً لطائر خجول مثلي. ألا تريدين أن تطلع الجميع على خبر مثير للغاية؟ كرز سيقيم معرضاً للصور على تل فكري، لا تفوت. كم أتلهف لرؤية هذه الصور. ترى من صورت يا كرز؟ سترى، ها هي. تغطيني الألوان وأنا متسخة. لم أكن أعرف أنك صورتني. ولا أنا، أبدو سخيفاً. وأنا أيضاً. ها؟ وهذا بالتأكيد ليس مظهري الأفضل. كل ما فعلته هو أني التقطت صوراً لكم. كان يجب أن تخبر الجميع أنك تصورهم. روزي محقة يا كرز، كان عليك الاستئذان قبل تصويرنا. حسناً، سأستأذن من الآن. صورني يا كرز، سأريك أجمل ابتسامة. أحسنت يا رومبا. أجل، كل شيء في مكانه. الآن يمكنك اللعب بالطبق الطائر. لا أستطيع يا روزي، أخشى أن أنسى مكانه. مرحبا روزي، أيمكنني تصويرك؟ حسنا. صورة رائعة، شكرا. أتودين مساعدتي في الحديقة يا لين؟ حسنا. ما الأمر؟ ألا تحبين الزراعة؟ نعم، لكني لا أريد أن أتسخ، فمن الممكن. ها هو جاء. يا لين، أيمكنني تصويرك؟ نعم، من فضلك. لماذا تتشاجران؟ بلبلة أرادت الظهور في صورتي. اسمحي لي، كانت صورتي أنا. كرز، ربما كان التقاط صور الناس ليس بالفكرة الجيدة. لكنني أصبحت أستأذن أولاً. لكن الجميع يستعد للتصوير بدلاً من القيام بأعمالهم العادية. ألا يمكنني التصوير بعد الآن؟ حسناً، ربما يمكنك تصوير الأشياء مثلاً. أشياء؟ أي أشياء؟ اتبعني. أنت يا لين، والألوان التي مزجتها. هكذا لن أنسى كيف صنعت لوني المفضل. وهذا أنت وكرمتك المفضلة يا بينون. هكذا لن أنسى أبدا كيف كان شكلها، رغم أني شذبتها بالفعل. وهذا عشي على الغصن المناسب. لو سقط مجددا فلن تنسي الغصن. أقفز أقفز بأقصى سرعة داخل العش. اخرجوا من العش الآن. نعم، هكذا سأعرف مكان الأشياء دائما. هيا، من سيلعب؟ أجل، لقطة مثيرة. حقا، لقد أحسنت ترتيب هذه الخزانة حتى لو كنت أمدح نفسي. يسعدني أني ساعدتك يا رومبا. والآن أين دفتر رسوماتي؟ أتريدين بعض المساعدة؟ أين هذه الصورة مجدداً يا رومبا؟